اختتمت مديرية الثقافة بدرعا مهرجان أبي تمام الرابع للشعر العربي، وذلك في المركز الثقافي بمدينة الصنمين بحضور رسمي وشعبي حاشد وكوكبة من الأدباء والشعراء والفنانين الذين أحيوا هذا المهرجان بعدد من القصائد الاجتماعية والوطنية التي ترمز إلى التشبث بتراب الوطن والدفاع عنه. كان اليوم هو آخر يوم بفعاليات مهرجان أبي تمام الشعري الذي أقامته مديرية الثقافة بدرعا بعد انقطاع دام 6 سنوات، وكان ذلك رسالة إلى أن سوريا تتعافى، الوطن بخير إن شاء الله، إلى أن يعمه الأمن والسلام. تضمنت اليوم الفعالية استضافة عدد من الشعراء، الشاعر سليمان سلمان والشاعر هاجم عيازرة، الشاعر إسماعيل عمار والشاعر نبيل مصطفى دياب، ألقوا قصائد وطنية بحب الوطن. أهمية هذا المهرجان الذي خلد هذا الشاعر العظيم والذي نشترك بإحياء ذكراه السنوية في مهرجانات سابقة، وهذا دليل على أن هذا الاحتفال جزء من بداية النصر القريب والوقوف مع المحور المقاومة الذي استطاع أن يحرر سوريا من جراثيم هذا الزمن. أعتبر المهرجانات حالة حضارية لها قيمة كبيرة في الوطن، لأنها تعبر عما يدور فيه وفي رؤوس أهله وقلوبهم، وله الدور الكبير في حياتنا وثقافتنا، لأنه يجمع الناس حول موقف هام. ونحن في مهرجان أبي تمام نتذكر هذا الشاعر العظيم الذي خلد التاريخ ذكره، تاريخ الأدب، وهو من مشاهير شعرائنا وله الأهمية الكبرى في التعبير عن الحالة التي كان فيها في عصره. التي نحتاجها جميعا كما قالها القائد، الثقافة هي محطة مهمة لكل من يبغي أن يسمو بعقله وأن يسمو بوطنه، فعليه أن يكون مثقفا وواعيا. مهرجان أبا تمام الشعري تجدد بعد أن توقف فترة قصيرة، ولا أقول طويلة حتى ولو كانت سنوات، تجدد مرة وفيه الحياة، لأن الحياة بدأت تسير بقوة وبشموخ في هذا الوطن. كما تخلل المهرجان أيضا عدة لوحات فنية غنائية من التراث الحوراني قدمها أبناء مدينة الصنمين، إضافة إلى معرض فني تشكيلي للفنان حسين الشطار الذي ضم عددا من اللوحات الفنية التي تعبر عن الواقع الذي نعيشه اليوم.